الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بقينا في مسألة العجب، هل يوصف الله عز وجل بالعجب؟ فقل أولا لا بد أن نعرف أسباب العجب. العجب له سببان، نحن نتعجب من شيئين. أحيانا ترى فقيرا لا يملك شيئا من المال ثم ترى معه سيارة بنتلي، ألا تتعجب ولا لا؟ اشتراك انت حدك هايلوكس وحدك حدك هايلوكس ودودسن، اشتراك على البنت اللي انت، فهل تتعجب ولا لا؟ ما سبب عجبك؟ خفاء أسباب المتعجب منه. إذن هذا أول شيء، أن هناك عجب سببه خفاء الأسباب. هل هذا العجب الذي سببه خفاء الأسباب يوصف الله عز وجل به؟ الجواب لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يتعجب الله من شيء لخفاء سببه عنه، فإذا بدا له سببه زال عجبه، وهي التي يقول فيها العامة إذا عرف السبب بطل العجب، هذا لا يوصف الله عز وجل به. الثانية، عجب سببه خروج الشيء عن حكم نظائره، وهذا هو الذي يوصف الله به، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، لأن غالب الشباب لهم ميل إلى سماع أمور النساء، فهذا شاب يخرج عن حكم نظائره فيكون له حكم خاص، لا يسمع النساء وليس في جواله مقاطع للنساء ولا صور للنساء ولا يستلذ في المجالس التي يذكر فيها مفاتن النساء، شاب ليست له صبوة، هذا عجب، هذا يتعجب الإنسان. طبعا معروفة الأسباب، لأنه رجل تقي يخاف على عرضه ولا يريد أن يتهجم على أعراض المسلمين ولا أن ينتهك عرض إخوانه، الأسباب معروفة، لكنه خرج عن حكم نظائره. نزل ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يضيفه؟ قال: رجل أنا. فذهب إلى امرأته وقال: قدمي طعام العيال وأطفئ السراج ونمد أيدينا كأننا نأكل ولا نأكل. فلما جاء بضيفه صلاة الفجر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما البارح. عجب الله من تلك الضيافة، الضيافة فيها إيقاد أضواء، فيها بل هناك مصابيح في البيوت ما تولع ولا إلا في وقت العزائم، هذا ضيافته قال طفي السراج، إذن هذا خروج عن حكم النظائر، حكم النظائر، خروج عن حكم النظائر. فالله عز وجل يتعجب من الشيء لخروجه عن حكم نظائره لا لخفاء أسبابه، فالله يتعجب من خروج الشيء عن حكم نظائره لا خفاء أسبابه.